السلام عليكم. اول نقطه ميه تنزل اهي، الحمد لله الموتور هناك على الميه على طول. وادي خط طوله كيلو جايب لنا ميه نيلي، ميه شرب هنسي بيها اهو، بس احنا هنقفلها دلوقتي عشان القنايه دي كده هتسف رمل وهتبوظ لنا الليزر، لكن هنكملها بقى مواسير. احنا كنا بنجرب بس، والحمد لله زي الفل. ميه فيها خير، احنا منظرين اول 20 فدان، عملنا 5 في 5 في 5 في 5. من اول 12 لنص 12 كده ان شاء الله نكون زرعناهم. هنا الارض ليزر اهي، بس طبعا الرمله دي هتبوظ لنا الليزر، هتعلي الجزء ده، فهنروح يقفل ونجيب المواسير نلزقها بقى جنب القطع اللي اتعملت. عشان ما يبقاش فيها نيات كده تسف معانا رمل ولا حاجة وتبوظ الليزر اللي عملناه، لكن عاملين ليزر 100 100 ومية 100 100 وشغل 100 100. واحد باريس، وادي المية هناك اهي، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هيبقى منتجع طبيعي بيئي. طبعا هنا سكة الطيور المهاجرة، جميع انواع الطيور، جميع انواع الاسماك، جميع انواع كل حاجة. موضوع صعب جدا في اوله، مكلف جدا في اوله، احنا بنقف على مسمار فلانشة، بنمشي مسافة، لكن الخدمات بتبدأ تيجي واحدة واحدة مع وجود الناس، الطريق بيجي واحدة واحدة مع وجود الناس، لكن اللي هيبتدي في الأول صعب جدا جدا ومكلف جدا ومتعب جدا وبياخد وقت جامد أوي، لكن والله يوم عليهم بيفرق. أنا كنت جايب جرارين، في جرارين تاني كل لغاية عندي وأنا قاعد، تعالى أهلا وسهلا نشتغل، كنت دايخ على لودر جالي لودر وأنا قاعد تاني. الحفار هنا قعدنا يعني شهرين ثلاثة عشان نعرف نجيبه، دلوقتي في كذا حفار، فالدنيا يعني بتمشي يعني زي ما بيقولوا. مبروك علينا منتجع واحد باريس ان شاء الله.